ارتفع ضحايا الهزة الأرضية التي روعت مصر اليوم ليتجاوز نحو 300 قتيل، بينما يصل عدد المصابين إلى 3000 شخص. صاحبنا ابراهيم موجود هنا، قعدوا يدوروا بقى ويدوروا عبال ما وصلوا له، يعني كان لقيته توفى البيت بتاعه وما لحقش يطلعوه. فدي لما وقعت كرت معاها ايه الجنب اللي هو اصلا بايش، الجنب ده كتير قوي حاجه مهوله. يعني الحادثه مش طبيعه، هي اصلا طبيعي يعني ان الجبل بقى له شوف من 94 المايه عماله تاكل في الجبل، ميه المجاري فاهمني، فلازم كان الجبل معروف ان هو هيقع. والناس اشتكت كتير قوي الحي لان كذا حادثه كانت بتحصل. على فكره الارض مش بتاكل من هنا دي، أيوة عمال تطير. أيوة يا الله البيت ولا طايه ولا طايه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. البيت ده وقع والعشه دي جت الانقاذ نزلتهم من فوق، لا حي سائل فيهم ولا محافظ زائل فيهم. حضرتك البيت وقع، فاهميها؟ طيب البيت حضرتك هنا وقع وسيلفي وقع، وقع يعني وقع عليه. احمد لما خليك خليك انا تحت. بصي سقف وقع، خلي بالك. خش انا طالع بالليل الفجر جاي من بره، رحت ده نازل بيا، جه راحوا خدوني من تحت، من هنا من تحت القرف ده كله. الجنب ده كان مبني وقع رافر. بص انا اللي انا كنت هموت في البيت، انا اللي وقعت. الانقاذ جت خدته من هنا؟ جت الانقاذ الصبح خدتني من العربيه وخدوني ميت. البيت بايظ يا سامح، بايظ. الدور بتاع بلبل ده كله بايظ بايظ بايظ. يعني ممكن البيت يروح نازل شروق جامده قوي، وطلعوا يجوا ينزلوا لنا البيوت القديمه دي، ولا يشوفوا البيوت اللي عايزه تترمم تترمم بيرمموها برضو، وشوفوا الناس ديت يقعدوها. يعني احنا صراحة احنا مش هنمشي من هنا، هنا شغلنا واهلنا ومتربين هنا ومولودين هنا وعيشتنا كلها هنا، لو طلعنا بره هنا نموت. المشكلة ان لحد دلوقتي قال لك هيحصل تغيير في الدنيا كلها، ومسك اللي مرسي وقال لك كل حاجه هتتظبط واي حاجه، وانا ابو للمصريين وفتح صدره وقال لك انا ده الرصاص والكلام ده. بس ده اهمال، والاهمال اتسبب في جريمه كارثيه، جشع وطمع، جشع وطمع. احنا عارفين ان هو نيته ما يقتلش، دي حاجه واثقين منها، عايز يرزق زي اي بني ادم، بس مش كده، مش بالطريقه دي. انت ساعتك في 13 قرار ازاي ما تنفذوش ليه؟ مين بقى اللي حاسس؟ رئيس الحي طلع بيقول انا عندي 180 شكوى. طب لما انت جات لك 180 شكوى، لما جات لك 180 شكوى من دايره المنشاه ولا دايره الجمرك، وجالك 13 قرار ازاله، ما نفذتش واحد في 13؟ واحد بيتي اهو قدام منك ما فيهوش اي حاجه تفاضله. اتغرب عشان يشتريها ويصرف عليها ويوضبها وفي الاخر تروح منه. ما فيش اي حاجه غير ارواح الناس اللي نزلت من فوق. اللي ماتوا دول اهلي، مش غربان، مش جيران، ولا ساكن كده عانق في البيت، ولا اهلي. واحنا واقفين فوق الطوب اكتر من 8 ساعات سامعين صراخهم وصواتهم مش عارفين يطلعوهم. يعني يا ريتنا احنا متنا قبل ما نشوفه ونحس بالموضوع ده. راجل من الناس، اخته وبنت اخته ومرات عمه طالعين له من تحت الرديم حاضنين بعض على سريره. ده لما يشوف ده منظر زي ده، ولا ابن اخته لما يشوف منظر امه واخته طالعين حاضنين بعض وميتين، ده منظر مين اللي هيسوى؟ يقول لك هندي البني ادم 10,000 مليم ولا كنوز، ولا عايزين فلوسكم، ولا عايزين ملايين الدنيا. الافكار فصلت والقمر وجعت. كل شغل البلد بتهز وبشيل. بعدين كمان ده البيت سقط تحت، لقينا بصنا صحيح لان البلاط نزل تحت كده خالص.
بمنسوب مسطح البيت كله في كل البيوت تحت ابنك يا سيدي في ويرك. منطقة بحالها تتدمر عشان مية مية مجاري ماشية تحت الأرض، فده وضع خطير. رئيس الحي جه يمضي بعض الأهالي على ورق إن كل حاجة كويسة وكل حاجة زي الفل ومفيش أي حاجة، الناس رفضت إن هي تمضي على الكلام ده. فطبعا المسألة الناس منها ما بتتكلمش، فإحنا بالنسبة لهم عبارة عن حشرات، محدش هيهتم بينا ولا حد هيسأل فينا. الوقفة احتجاجية ديت عشان نبين نفسنا إحنا عندنا مشكلة، إحنا بننهار. كلنا في الاخر خالص هيصرف تعويضات لمين؟ هيصرف تعويضات للناس اللي ماتت؟ يعني احنا كلنا هنموت مش هيلاقي حد يصرف له تعويضات.